قال المصنف رحمه الله تعالى أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا المسلمين ومنه ذو فتح وذو تسليم وضم كأين أنت حيث الساكين كم. بسم الله الرحمن الرحيم. منه ذو فتح قد يكون المبني مبنيا على الفتح لسبب نحن أين وكيف أين أمسي قد يكون مبني على الكسر نحو حذامي وأمسي وقمتي وضم نحو قمت وحيث والساكن نحو كم. السكون يبنى عليه الاسم نحو كم والفعل كضرب والحرف كهل والضم لثقله وثقل الفعل لا يبنى عليه الفعل يبنى عليه الاسم كحيث والكسر لثقله وثقل الفعل لا يبنى عليه الفعل لا يبنى الفعل على الكسر والحرف يبنى على السكون ويبنى على يبنى على السكون يبنى على الفتح الحرف يبنى على الفتح على السكون والاسم يبنى على الفتح والكسر والسكون والضم. لك أن تقول قررتم بأن الماضي يبنى على الضم للاتصال بها والجمعة، نقول فلنلجأ إلى طريقة أخرى ولنقول إنه مبني على فتحة مقدرة منع عن ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة بحركة واو الجمعة، فنقول ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن وكل. قلنا الحرف المبني على السكون لا سؤال فيه والفعل المبني على السكون لا سؤال فيه والاسم المبني على السكون فيه سؤال واحد لماذا بني والمبني على حركة فيه ثلاثة أسئلة لماذا بني ولماذا كان بناء على حركة ولماذا كانت حركة كذا. هذا قريب منه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كما قال. كيف الإجابة؟ نعم كل واحدة هو إجابة. تقول بالنسبة لي كتبت بني الاسم على الضم للفرق بين المعاني المتكلم بضم التاء والمخاطبة بكسرها والمخاطبة بفتحها بني على ضم للتفريق بين معاني. وقال ابن أبونا رحمه الله تعالى حرك من أجل وحدة والساكن والشبه المبني والتمكن وافتح لخفة وهي الأصل كذا فرق وإتباع فراع المأخذ واغسل للثلاث وضم واغسر للحمل والساكن من حيث يرى تناسب وضم لخلف المعرف وكونه كالواو فعلم تصيب. هذه علل بناء الأسماء والأفعال والحروف علة بناء على الحركة وعلة بناء كل وعلة بناء على كل حركة على حدة. حرك من أجل وحدة المبني إذا كان حرفا واحدا يحرك نحو الكتاب لزيد والكتاب لك المبني حرف واحد حرك. والساكن يحرك المبني للساكن نحو أين وكيف حرك للساكن حذامي حرك للساكن هذا حذامي الميم قبلها السكون الألف ساكنة حرك بالحركة حرك حتى لا يلتقي ساكنة. حرك من أجل وحدة والساكن والشبه أنه يشبه المعربة وذلك الماضي يبنى على حركة لأنه يشبه المعربة يشبه المضارعة يقع نعتا يقع خبرا يقع صفة يقع حالا مبني. والتمكن أو لأن له أصل في التمكن وذلك نحو قبل وبعد وأسماء الجهات لها أصل في التمكن والإعراب قبل وبعد لها أصل في الإعراب. والتمكن وافتح لخفة ضرب وكتب المبني على فتحة يقال كانت الحركة كذا طلبا للخفة وضم
وللأصل لأن له لأن أصله الفتح، كما لو رخمت من سمي بمضار اسم مفعول تقول يا مضار، لأن أصله يا مضار يا مضارر براءين أولاهما مفتوحة اسم فعل من ضار، هذا الأصل. وفتحي دول الأصل كذا فرق، فرق بين معنيين بأداة واحدة، نحو يا لزيد لعمر لام المستغاث به مفتوحة كذا فرق بين مع، وكذلك تاء المخاطب كتبت، الفرق بين معنيين بأداة واحدة وهي التاء تفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة وتضم للمتكلم، هذا كذا فرق. وإتباع إتباع كذا فرق، وإتباع كأين وكيف أتبعت الفاء لحركة ما قبلها فرق، حركته لأجل السكون وكانت فتحة إتباعا لما قبلها كذا فرق. وإتباع فراء المأخذة واكسر للثلاث، اكسر للثلاث ما هي الثلاث، وافتح للأصل اكسر، لو كانت مكتوبة أمامي لعرفتها. معليش اكتبها ان شاء الله اشرحها لكم ان شاء الله ان شاء الله. وافتح لخفة وللأصل كذا. نعم اقرأ. قال ورفع والنصب اجعل الإعراب اسم وفعل نحو لن أهاب. قال والرفع والنصب اجعلن إعرابا للاسم وفعل، الاسم يرفع وينصب فتقول زيد يقوم، والفعل كذلك يرفع وينصب تقول زيد يقوم، وخصص الاسم بالجر تقول مررت بزيد، وخصص الفعل بالجزم تقول لم أقم ولم أقعد، هذا نقوله. والرفع والنصب اجعلن إعرابا للاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. قالوا الفعل ثقيل فأعطي الجزم وهو خفيف، والاسم خفيف أعطي الجر وهو ثقيل، عادلوا خفة هذا بثقل هذا. وقال بعضهم إنما خص الاسم بالجر لأن المجرور مسند إليه في المعنى، وتقدم أنه لا يسند إلا الاسم. الكلام ثلاثة، كلام ثلاثة، الاسم يسند ويسند إليه، والفعل يسند ولا يسند إليه، والحرف لا يسند ولا يسند إليه، المجرور مسند إليه في المعنى. إذا قلت مررت بزيد كأنك قلت زيد ممرور به، جعلت زيدا في تركيب آخر مسندا إليه مع اتفاق المعنى. وتقول كتاب زيد كأنك قلت زيد له كتاب، خلاص أنا أقوله. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع بضم علامة رفع الضمة، وانصبا فتحا جعل علامة النصب فتحة، وجر كسرا جعل علامة الجر كسرا، واجزم بتسكين علامة جزم السكون، وغير ما ذكر ينوب، ينوب فينوب عن الضمة في باب الرفع ثلاثة أشياء، الواو والألف وثبوت النون، وعن الفتحة في باب النصب أربعة أشياء، الكسرة والألف والياء وحذف النون، وعن الكسرة في باب الجر الفتحة والياء، وعن السكون في باب الجزم الحذف. وقال بعضهم علامة الإعراب على هذا التقسيم علامة الإعراب 14 علامة، للضم للرفع 4 علامات، وللنصب 5 فتلك 9، وللجر 3 فتلك 12 علامة، وللجزم علامتان السكون والحذف فتلك 14 علامة. وقال بعضهم بل هي 8 فقط، 3 حركات الفتحة والضمة والكسرة وأربعة أحرف، وهي الألف والواو والياء في الأسماء الخمسة، والنون في الأفعال الخمسة، والحذف، والحذف ثلاثة أنواع، حذف حركة وهو السكون، وحذف حرف علة، وحذف النون الرفع في الأفعال الخمسة، فتلك 8 علامات فقط. حياها الله 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 الله. نعم سؤال يقلل الفتحة، يقلل الفتحة يعني هذا استقرار من كلام عربي
الفتحة أخف الحركات الفتحة. إيه قالوا أثقل الحركات الضمة، تستدعي منك أن تحرك عضلتين. بو حركت عضلتين تليها الكسرة، يكفي أن تحرك عضلة واحدة وهي السفلى ب والعليا لا تحركها. وأخف الحركات الفتحة، إذا فتحت فمك جاءت تلقائيا ب لا تحرك شيئا، افتح فمك هكذا قال. شيخ الجماعة أخبرني قبل أمس. ها؟ الجماعة أخبرك؟ لم تأتي، أنا انتظرتك هنا. لا بأس عليك. وغير يغير ما ذكي نبو نحو جاء أخو بنو نمير، جاء في الماضي وبنو فاعل مرفوع بالواو، وأخي مضاف إليه مجرور بالياء، ونمير مضاف إليه مجرور بالكسرة. أخو بني نمير، الشاهد في هذا أن حروف النابلة عن حركات، أن علامات الإعراب جاءت نائبات، نابع عن ضمة الواو عن كسرة الياء. والله تعالى سبحانه.